احنا بعد ما يحصل الازمه او مثلا مدير فني بيرحل عن النادي، وتحديدا خد بالك الكره المصريه الاهلي والزمالك، بتبدا الجماهير بتطرح البدائل سواء على السوشيال ميديا او في الوسط العادي. يعني بالنسبه للسوشيال ميديا الناس دايما بتنساق وراء المعلومات المتاحه ليها، وده الشق التقني في الموضوع كله. انا امتلك ايه من المعلومات عن البدائل اللي موجوده قدامي عشان اطرحها؟ في ناس بتطرح البدائل بمجرد ان هي قرت ان حد طرح البدائل دي. أيوة. دي المرحله الاولى، ان رواد السوشيال ميديا بيقولوا لا والله الانسب دلوقتي للاهلي او الزمالك كذا، والبدائل بتاعته 1 2 3. طيب في حاله ان القرار مجلس الاداره اتخذ سواء بناء على الضغط الجماهيري في السوشيال ميديا او بناء على معايير واستراتيجيه معينه مبني عليها يعني قرار مجلس الاداره، بيكون مردود ده مباشره على طول ان الجماهير بتدعم الاداره في قرارها بغض النظر عن البدائل. يبقى كده اذا طرح البدائل في السوشيال ميديا او في الحاجات التقنيه هي مش مبنيه على اي معايير. هي مبنيه على حب وكره، ومبنيه على فكره المعلومات المتاحه قدامي، ولو المعلومات دي مش متاحه لحد تاني افضل، انا مش هطرحه كبديل. انا بشوف، انا عشان بس نطرح وجهتين النظر، على سبيل المثال مثلا اختيار موسيماني. طبعا احنا قدام المعترك الافريقي، وده الفيصل الاهم دلوقتي للناديين الاهلي والزمالك انهم بيلعبوا دلوقتي في بطوله افريقيا، وهدفهم الاساسي اللقب. لو هنمسك مثلا على سبيل المثال موسيماني، فهو في فريق بيقول ان موسيماني عمل من سان داونز فريق بيلعب كره شامله، فريق اصبح بيمثل عقبه ومنافس شرس قدام اي فريق في افريقيا، قدر يوصل بسان داونز من فريق عادي جدا في افريقيا لمنافس وبطل وخد دوري ابطال افريقيا. بس كان في تصريح مهم جدا لموسيماني امبارح بيقول فيه ان انا مش بدرب فريق اقل من 7 و8 سنين. يبقى اذا الرؤيه بعيده المدى. لو انا بتكلم على هدف قريب بطوله افريقيا، فوجهه النظر الثانيه على طول بتقول ان هو موسيماني مش الافضل حاليا، في حين ان ناس بتقول لا ده راجل كان منافس قوي وخد بطوله ابطال افريقيا قبل كده. انا برد على الجزئيه دي وبقول ان اللقب اللي خده سان داونز ما كانش برضه بالشراسه اللي فيها دلوقتي، يعني كانت مبنيه على ظروف وقتها في 2016. الجزئيه الثانيه، انت منافس الاهلي اللي جاي هو الوداد، نتائج موسيماني مع الوداد مش موفقه. يعني احنا بنتكلم على انه خسر 4 مرات، تعادل 3 وفاز 3، يبقى اذا الموضوع بالنسبه له مش هو اللي يقدر يعدي الوداد بشكل بسيط. يبقى اذا لو احنا بنتكلم على اللقب الافريقي فهو صعب. كذلك في بتشيكو بنتكلم على الزمالك، بان الزمالك كان في مرحله ما بيبني فريق وقت بتشيكو في الولايه الاولى ورحل، وجه حد من بعده بنى وكمل الفريق وخد الدوري ووصل لابطال افريقيا وحاجات كده. انا بشوف ان ده كان موفق جدا في بناء الفريق. يبقى الرؤيه الاستراتيجيه بالنسبه للزمالك لو القرار مبني على رؤيه بعيده المدى، نفس الوضع بالنسبه للاهلي، مش قصه افريقيا بس، يبقى القرار سليم. تمام. تعالى بقى نبص على السوشيال ميديا، انعكاس ده على السوشيال ميديا ازاي؟ بعيدا عن الانتماء، بعيدا عن فكره انا مشجع الاهلي او مشجع الزمالك، في رؤية بتبقى بتفند حاجات خاصة بالمعلومات اللي قدامي. في أهلاوية رافضين فكرة استخدام موسيماني لتدريب الأهلي على الأقل الفترة الحالية. قدامنا ماتش الأهلي قدام المقاولين، هيبقى في ردود الأفعال على السوشيال ميديا كبيرة جدا، لأنه هيقابل المقاولين العرب اللي بيدربوا عماد النحاس اللي كان المرشح المحلي تقريبا من ضمن المرشحين الأوائل لقيادة الأهلي على الأقل الفترة دي. هيرجع برضه نتيجة الماتش هتحسم القرار، هل الأهلي كان صح في استخدام موسيماني وقدر يتغلب على عماد النحاس، ولا عماد النحاس المدرب المصري المحلي اللي فاهم الأهلي قدر يتفوق على موسيماني. دايما بنقول لحضرتك إن في الرياضة الإحساس أو المكونات اللي أنا بتكلم فيها هي تكوين اللحظة الحالية، بعد نتيجة الماتش بتختلف كل الآراء سواء على السوشيال ميديا أو بالنسبة لقرارات مجلس الإدارة. كل التوفيق للأهلي والزمالك في المعترك الإفريقي، كل التوفيق ليهم والدعم ليهم بكل الطرق، بس أنا عندي أزمة في السوشيال ميديا. إن في ناس بتدعم القرارات بغض النظر عن هي صح أو غلط. مفيش تسنيد علمي للقرار، هل القرار بتاع الأهلي كان قرار مبني على دراسة سير ذاتية كثيرة؟ هل كان المدير الفني
المحلي افضل للمرحله الحاليه ان انا اعدي بيها بطوله افريقيا، وبعد كده افكر في مدير فني اجنبي بشكل كويس يبدا يحط لي استراتيجيه ثانيه. كذلك بالنسبه للزمالك، انا قدامي مرحله حاليا انا خسرت دوري، هدفي دلوقتي دوري ابطال افريقيا. انا دلوقتي اجيب مدرب محلي يخوض بيا المباريات المتبقيه في دوري ابطال افريقيا، وافكر في مدير فني اجنبي كويس يقدر يقود المرحله. الناس بتدعم القرارات لمجرد بس الدعم، ودي مشكله كبيره جدا. انا يعني لو جابر التعبير فكره القطعان على السوشيال ميديا والشير والقوالب الجاهزه والردود الجاهزه على الاختيارات، وان دي استنباط جاهزه، انا بعتبرها يعني مش هقول هو ذباب الكتروني بيدفع ناحيه اتجاه معين بغض النظر عن هو مبني ولا لا. فانا بقول لو مجلس الاداره رضخ لقرارات السوشيال ميديا فهو هياخد قرار غلط. بغض النظر يعني انت ضد الانسياق وراء راي الجماهير؟ طبعا ما ينفعش، لان انا كمجلس اداره انا مطلع على اولا نوعيه اللعيبه اللي عندي، اسلوبهم، عقليتهم، تفكيرهم، تدريبهم، لياقتهم، السيرة الذاتية اللي أنا كونتها على مدار الفترات الأخيرة. كل ما قابل فريق فيه مدير فني أجنبي بيحط خطة معينة بيقدر يكسب بيها بشكل كويس وعجبني، بضيف السيرة الذاتية على جنب وبرجع لها لما أحتاجها. فأنا عندي استراتيجية بفكر فيها، مش مجرد إن السوشيال ميديا بيطرح عليا بدائل فأنا بالتالي لازم أختار من ضمن البدائل دي. على فكرة الكلام ده مهم جدا، لأنه لا ينطبق فقط على مجال الرياضة، الرياضة مجال أوضح، لكن ينطبق على كل مجالات الحياة. ساعات نلاقي الآراء الجماهيرية بتدفع صناع القرار في اتجاه معين، ومقاومة صانع القرار بتبقى مجهدة جدا عليه وعلى اتخاذ القرار نفسه، لأن كمان الجماهير بتستعجل النتائج. يعني من أول مواجهات تلاقيهم غضبانين أو فرحانين. وده كمان اللي بنبدا نرجع ليه، فكره نقص المعلومات. جماهير على السوشيال ميديا او رواد السوشيال ميديا مش مطلعين على كل المعلومات اللي قدام صانع القرار. صانع القرار عنده زوايا تانية ممكن ما يكونش في حد شايفها غيره، وممكن ما يقدرش يبررها ويتكلم عنها في الوقت الحالي. لاسباب طبعا لرؤيته الاستراتيجيه بقى، هو عنده اكيد صانع القرار عنده رؤيه استراتيجيه. بالظبط، في زوايا تانية يكاد يكون لو قالها دلوقتي هتفسد المعادله تماما. فبالتالي هو عنده الزوايا اللي بيفكر من خلالها، الاستراتيجيه اللي حاططها وماشي عليها. اعتقد ان في الاخر اهم شيء هو النتيجه. بغض النظر عن القرار اتاخد ازاي من مجلس الاداره، اللي يرضي الجماهير او ما يخص الجماهير هو النتيجه ليس الا. لان في الاخر انت مشجع مش صاحب قرار. أنا يعني بدأ في الفترة الأخيرة فعلا رواد السوشيال ميديا يتحكموا وكأنهم غول، ضلع أساسي بيتحكم في المنظومة الرياضية. لا، مين يجي مين يمشي. وللأسف للأسف الشديد في ناس بترضخ للقرارات بتاع السوشيال ميديا أو البدائل اللي بتطرحها السوشيال ميديا، وفي الآخر برضو نتيجتها مش بتكون كويسة. وما فيش حد بيحاسب على النتيجة غير صانع القرار. صحيح، مش السوشيال ميديا. صحيح صحيح، بس هي طبعا ضغوط شديدة جدا جدا في العصر الحديث، هو ضغوط السوشيال ميديا بالتأكيد، ضغوط شديدة على كل صناع القرار. احنا أصبحنا قدام كتلة ضخمة بتصنع الفارق ساعات كتيرة جدا في الدعم النفسي أو التدمير النفسي في المقابل. فمحتاجين نتعامل معاها باستراتيجية علمية أكبر من الوقت اللي احنا بنتعامل فيه دلوقتي. بشكرك جدا أحمد ناجي، ويعني ممتنة ليك لأنه تخصيص فقرة الرياضة والتكنولوجيا